على هامش افتتاح مساجد رأس البر شارك وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم في ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وخلال الندوة أكدت وزيرة الهجرة أن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية يستوجب تكاتف الجهود بين الجميع، مشيدة بتعاون وزارة الأوقاف طبقا لما جاء في بنود البروتوكول المبرم بين الوزارتين. من جانبه أكد وزير الأوقاف أن الحكومة نفذت جهودا غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ذلك لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مناشدا الشباب بعدم الانجراف وراء الأفكار الهدامة وتطبيق مبادئ الحفاظ على النفس. أنا الحقيقة بشكر معالي الدكتورة منى العوض محافظ دمياط ومعالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والكنيسة المصرية لهذه المشاركة التي ترسل رسالة للعالم كله، رسالة وطنية بامتياز، تسامح الأديان، تسامح الشخصية المصرية، سماحة الحضارة المصرية، نموذج المواطنة المتكافئة الذي يعد نموذجا يدرس في العالم كله. فأنا بشكرهم على هذه المشاركة. أما الموضوع الهجرة غير الشرعية فكما أكدت معالي الوزيرة اتكلمنا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وحذرنا الشباب من الوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية أو الدول الراعية للإرهاب التي تجند الشباب من خلال الهجرة غير الشرعية وتدفع به إلى قلب الجماعات الإرهابية والمتطرفة. بالتأكيد أن هذه الصورة صورة بتعكس مصر، مصر الجديدة، مصر المواطنة، مصر المحبة ومصر التسامح. النهاردة اليوم كان ثري جدا، يعني بدينا منذ الصباح الحقيقة في لقاء مع أئمة محافظة دمياط، ده بيأتي في إطار التعاون ما بين وزارة الهجرة وما بين وزارة الأوقاف فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت مظلة المبادرة الرئاسية مراكب النجاة اللي أطلقها السيد الرئيس العام الماضي في مؤتمر شباب العالم. هذه المبادرة مراكب النجاة السيد الرئيس لم يطلق عليها مراكب الموت، لم يطلق عليها مراكب الهلاك، ولكنه عايز الحقيقة يدي رسالة للشباب المصري خاصة شباب الهجرة غير الشرعية إن هناك أمل، إن هناك فرص بديلة، إن هناك إيمان بالله، إن هناك رضا بالوطن ونعمة الوطن. الزيارة دي كانت مهمة أول محافظة دمياط، لأن محافظة دمياط من المحافظات اللي فيها تلتين أسطول الصيد، فيها عدد كبير جدا من الصيادين، وطبعا موضوع الهجرة غير الشرعية ده ممكن يكون واضح قوي في محافظة دمياط، فطبعا وجودهم معنا النهاردة بيشجع الشباب وبيديله ثقة في نفسه وبيفهم الشباب الخطر بتاع الهجرة غير الشرعية ومسؤولياتهم تجاه الوطن. والنهاردة طبعا احنا افتتحنا ثلاث مساجد، و طبعا فرحه محافظه دمياط بافتتاح المساجد دي، مساجد جميله جدا وعلى مستوى عالي قوي، وحصلت طفره كبيره في افتتاح المساجد في الفتره اللي فاتت زي ما قال معالي الوزير كده 31 مسجد في محافظه دمياط خلال شهرين، واحنا بنشكره جدا على الطفره دي وبنقول لهم نورتوا محافظه دمياط. مركب النجاه هتعيد الشباب والحياه في داخل الدوله وهتعيد اقتصاد البلد لاهل البلد كما قال معالي وزير الأوقاف، فيعني هنيئا للشباب بهذا اليوم وهنيئا لنا في مصر وللعالم كله هذا الجمع المتوافق ما بين المسلم وبين المسيحي. ليس لدينا هذا التصنيف وإنما المواطنة هي الأصل، هي الأصل، هي الأصل.